والله في موضوع مهم كده عايزة ان انا افتحه معاكم النهاردة. النهاردة في خبر غريب زي ما انتم شايفينه كده، وهو ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اصدر قرار باسقاط الجنسية عن المخرج وائل الصديقي لانه اخذ جنسية دولة اجنبية، وده طبعا اتنشر في الجريدة الرسمية اللي صدرت النهاردة. ونص القرار، القرار رقم 44 لسنة 2024، واللي المادة الأولى منه بتقول إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي من مواليد الإسكندرية 23 مايو، تاريخ ميلاده 23 مايو 1972، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على سابق إنذار. والحقيقة فكرة بقى قرارات إسقاط الجنسية، وتحديدا القرار اللي صدر النهاردة إسقاط عن وائل الصديقي، ده يخلينا نفتح ملف مهم جدا وهو ملف حقوق المصريين في الخارج، خصوصا لما بيتعلق بجواز السفر، يتعلق بالجنسية وكل الأوراق الثبوتية بتاعته. الدستور المصري بيكفل، الحق المصري، ما بقولكوش المواثيق العالمية، الدستور المصري بيكفل الحق في السفر والهجرة لكل مواطن، وكمان بيأكد على أن الجنسية حق لا يمكن إسقاطه إلا في حالات محدودة جدا جدا وحسب القانون. لكن اللي بنشوفه دلوقتي على أرض الواقع أن في مصريين كتير مقيمين برا مصر بيعانوا من منع تجديد جوازات السفر، أو حتى أن هم يحصلوا عليها في الأساس، يعني مش بس أن هو بيعاني انه يحصل عليها، ممكن ما يحصلش عليه اصلا. وده مش بس بيخالف الدستور، لا ده كمان بيحط الناس نفسها في مواقف صعبه جدا، خصوصا ان هم ممكن يضطروا للتجنيس بجنسيه ثانيه عشان يقدروا يتحركوا ويعيشوا حياتهم. والحقيقه القرارات دي بتفتح الباب لكتير من التساؤلات. هي الجنسيه المصريه دلوقتي بقت وسيله ضغط سياسي؟ ليه بيحط المصريين بره في مواقف زي دي؟ ده يا سيدي تعالى شوف في دول تانية ودول عربية ودول جنبك، بتكلم على دول جنبك على طول، الدول دي فيها معارضين وفيها ناس بتطلع تنتقد الرئيس، بل بالعكس دي ممكن تكون بتطلع تسبه وبتنتقد الحكومة وبتنتقد قراراتها، ورغم ذلك جواز سفرها بيتجدد في ميعاده، أوراقها الثبوتية بيتجدد في ميعادها، حصولهم على جنسية تانية ما منعهمش من إن هم جزائريين الأصل ولا مغاربة الأصل ولا توانسة الأصل، وبيحصلوا على كل أوراقهم. معقولة إحنا مصر أم الدنيا مش زي المغرب وتونس والجزائر على سبيل المثال؟ معقولة يبقى في معارض في الجزائر وبيطلع يهاجم تبون كل يوم ورغم كده قادر إنه ياخد جواز سفره لما ينتهي؟ وإحنا اللي بقالنا 10 سنين ممنوعين حتى من إنك تجدد الرقم القومي. فالحقيقة فكرة إنك تمنع تجديد أو تصدر جواز سفر ده ضربة موجعة، بس ما تفيدكش في حاجة. يعني أنا مش بقولك الكلام ده عشان أقولك بص أدي إيدينا اللي وجعانا، لا ما بقتش بتوجع خالص، بس الحقيقة هي بتسبب خسائر للمصريين اللي بره. ومش كل المصريين اللي بره معارضة خالص، ولا كل المصريين اللي في تركيا ولا كل المصريين اللي في الدول الأخرى معارضة للنظام، بس انتوا في الظلم بتساووا. فالحقيقة كتير جدا من المصريين فعلا فعلا بيكونوا مضطرين ان هم يتخلوا عن الجنسية المصرية غصب عنهم، رغم انها حق اصيل مكفول ليهم وبالدستور. النهاردة وعلى سبيل المثال يعني سمعت من احد الاصدقاء انه كان بيتكلم مع احد الاصدقاء برضو اللي في مصر واللي موجودين في لجنة زي لجنة العفو، والحقيقة الرجل طول الوقت دائم انه يفتح أبواب للتواصل لحد عنده مشكلة، يعني حد طول الوقت بيحاول أنه يقدم حلول للمصريين اللي بره واللي جوه كمان. يعني بيقول أن يعني ناس كتيرة جدا بتتواصل معاه بقالهم كتير، أن لا عارفين يجددوا جواز سفر، لا عارفين يجددوا الرقم القومي، لا عارفين يطلعوا شهادة ميلاد، وكل المشكله ان هم مثلا بقالهم بره مصر 5 سنين و6 سنين، لا هم منتمين لاي تيارات سياسيه ولا هم عندهم اي قضايا من الاساس، بس فكره انه يروح السفاره ولا القنصليه عشان يجدد ورقه ويقول له ممنوع انزل مصر، دي بقت تخوف، دي بقت تخوف، خايف
يقول لك ستات ورجاله بيكلموني يقول احنا ما عندناش اي مشاكل، ملناش اصلا اي انتماءات سياسيه ولا حزبيه، احنا ناس طالعين بره بنشتغل، بس فكره ان احنا نقول عايزين اوراقنا فيقول لنا ممنوع. فانا عايز اعرف، انا عندي مشكله، طب لو رجعت مصر عشان اجدد جواز سفري في مشكله ولا افضل اخليني بره؟ ده اللي بقى يحصل دلوقتي، ناس لمجرد ان بقى لها سنتين وثلاثه وخمسه بره بقت تخاف ترجع بلدها. القضيه دي محتاجه مراجعه، يعني فعلا فعلا قضيه المصريين اللي في الخارج دي محتاجه مراجعه، مراجعه جديه، يبقى فيه اهتمام بحقوق المصريين في الخارج، لازم يكون على اعلى مستوى. ما ينفعش نخلي الناس تحس ان حقوقهم ممكن تتسلب بسبب قرارات مش مدروسه، لان في الاخر دي مسائل اولا بتاثر على سمعه مصر وعلى مكانتها الدوليه، واخر حاجه بقى على ثقه المواطنين في دولتهم، دي خلاص مش هنتكلم فيه، لكن عشان صورتك انت، صوره البلد اللي بتعاقب المصريين المعارضين ليها وغير المعارضين بانها تمنع عنهم اوراقهم الثبوتيه. وائل الصديقي اللي هو اسقطوا عنه الجنسيه النهارده كان ليه فيديو طالع بيتكلم فيه من يومين اتنين بس، والحقيقه هو كان بيحذر المغتربين ان هم يفكروا يرجعوا مصر. تعالوا نسمع. لكل حبايبي واخواتي المغتربين زيي، انا عارف ان مصر وحشتك وحشتني انا كمان. انت تقدر ترجع للماضي، تقدر ترجع للمدرسه اللي كنت فيها بس اصحابك ما عادوش موجودين، تقدر ترجع للشارع اللي اتولدت فيه بس اهلك ما عادوش موجودين في الشارع ده خلاص، تقدر ترجع لنفس القهوه اللي كنت بتقعد فيها زمان بس القهوجي اللي كان عارف طلبك اتوفى. الشوارع هي هي والمباني هي هي بس الطاقه مختلفه، الطاقه مختلفه خالص غير اللي انت كنت متخيل ترجع تلاقيه. كل الماضي اللي انت عشته في بلدك اصبح في دماغك انت وبس، لو رجعت هتلاقيه اتهد ومش موجود. عشان ما تخسرش الماضي والحاضر الحقيقه، يعني برضو انا يعني انا بالنسبه لي انا كدعاء يعني لا، انا ما بقولش لحد ولا اقول له لا ما ترجعوش بلدكم، العكس طول الوقت اي حد بعرف انه بره وجات له فرصه انه يرجع بلده، جات له فرصه يشتغل، جات له فرصه انه يستقر، اه بلدك اولى بيك، دي وجهه نظري. لكن استغربت جدا جدا جدا، ده بيغيظ الناس يعني، انا كنت بسمع بس ما بصيتش الحقيقه، ده كده كانه بيغيظ الناس. اه اتفرجوا، ده عنده خضره، ده عنده شجر وزرع، ده الشجر لسه في المكان اللي هو فيه، اظن ان هو في الولايات المتحده الامريكيه، ده الشجر اللي هو في البلد اللي هو فيها لسه ما تقطعش، لسه ما خدوش الخشب يعملوه فحم. لكن فكره ما ترجعوش هتخسروا اللي راح واللي جاي، لا انا مش دايما الحقيقه بكون معاها، بالعكس اي حد بره مصر تعب من الغربه وبيفكر انه يرجع بلده ويستقر في بلده طبعا بلده اولى بيه. لكن ده بقول لكم رايي، لكن اكتشفت ان المصريين اللي جوه مصر عندهم راي تاني خالص، وفعلا عرفت ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار ابدا ابدا ابدا. زي مثلا كده من بعض التعليقات، ورداني بيقول له هم يعني هطلعوه من الجنة، اعتراض على انهم اسقطوا الجنسية، بيقول لك ما طلعش من الجنة. احمد ابو زيد اللي بيقول له الف الف مبروك يا وائل. وجو اسماعيل اللي بيقول يا ريتني كنت انا يا اخي، يا ريتني كنت انا يا اخي. وفي كمان لوفي اللي بيقول رغم اني معارض لوائل ولا يعجبني افكاره ولا اراؤه، لكن نزع الجنسية عن مصر الاصل دي جريمة لا تغتفر، ولا يحق للذي كائن نزع الجنسية من ابن، ولا يحق لأي كائن نزع الجنسية من ابن البلد. في كمان عمرو التهامي اللي بيقول انتوا بتوزعوا الجنسية على الأغراب وبتنزعوها من المصريين. وفي كمان الدكتور أسامة رشدي اللي الحقيقة كتب تعليق يمكن أطول من التعليقات السريعة اللي أخذناها، وكتب وقال موضوع أزعم أنه مهم عن إسقاط الجنسية المصرية عن المخرج وائل صديقي أو غيره بسبب تجنسه بجنسية أجنبية. لا أعرف المواطن وائل صديقي، ولكن أؤكد هنا أن هذا القرار الصادر وفقا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري استنادا للمادة 10 من نفس القانون بسبب تجنسه بجنسية أجنبية بدون موافقة وزير الداخلية، وده قرار باطل وغير دستوري للآتي. أولا
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة وفقاً للمادة 62 من الدستور. ثانياً المادة 10 و16 من قانون الجنسية ورقم 26 لقانون 1971 صيغت وفقاً للنص الدستوري القديم في المادة 6 من دستور 1971 واللي كانت بتقول إن الجنسية المصرية بينظمها القانون. ثالثاً هذه مواد مهترئة وفي حاجة لتعديلها لتتوافق مع المادة 6 من الدستور الحالي التي تعتبر بالنص أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري ولأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنح أوراقا رسميا تثبت بياناته الشخصية حتى يكفله القانون وينظمه. إذن فالقانون ينحصر هنا وفقا للدستور في تنظيم منح الأوراق والبيانات وخلافه، ولا يجوز لهذا القانون مخالفة الدستور وإسقاط الحق في الجنسية المصرية عن من ولدوا مصريين. وكمان جايب رابعا المادة 10 من القانون المتعلقة بازدواج الجنسية وبتقول لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وألا يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، أي أنه يبقى مصريا حتى ولو لم يحصل على إذن من وزير الداخلية. وبتضيف المادة ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من القانون، بمعنى أن إسقاط الجنسية هنا يكون بشكل انتقائي وانتقامي، فمئات الآلاف حصلوا على الجنسية الأجنبية بدون إذن لم يجتمع مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنهم. أصحيح بالمناسبة بقى يعني أن البوست طويل اللي كاتبه الدكتور أسامة، هم ليه ما أسقطوش الجنسية عن الأستاذ عمرو أديب وهو حاصل على الجنسية السعودية والراجل خرج وقال أنا حصلت على الجنسية السعودية؟ هل مثلا الأستاذ عمرو أديب قبل ما يتم تجنيسه بالجنسية السعودية كان واخد موافقة من وزارة الداخلية ومعاه الموافقة ماشي بيها؟ ليه ما تمش ده مع الأستاذ محمد هنيدي الفنان الكوميدي وفي ملحن كده بس أنا مش فاكرة اسمه؟ دول اللي خرجوا وأعلنوا. والأستاذ هاني شاكر اللي يعني حصل على جواز سفر سان لوسيان ولا مش عارفة إيه الحاجات الغريبة دي، وأحمد سعد كمان قال إنه خد الباسبور بتاع سان لوسيان. ليه الناس دي ما اجتمعش مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي ما سخنش كده وقرر إنه يسقط عنهم الجنسية؟ ولا هو لازم بس يتم إسقاط الجنسية عن المواطن درجة تانية أو درجة تالتة؟ ما هي تقييم المواطن على حسب أنت بتحب النظام قد إيه، حبك للنظام أو تأييدك للنظام. بلاش حبك، لأن أنا أدعي أن في ناس كتيرة جدا موجودة وقريبة من النظام لكنها لا تحبه وتكن له كل المشاعر السلبية، رغم أن هم بيخرجوا في المواقع الإخبارية وعلى الشاشات يطبلوا ويحسسك أن هو يعني إيه ابن الدولة، لكن هو الحقيقة في المكالمات المغلقة الكلام غير كده خالص. فليه بقى؟ ليه ده ما حصلش؟ فعشان كده بقول لكم هي بتقاس بدرجة أنت بتحب النظام قد إيه أو أنت داعم للنظام قد إيه عشان يتم تقييمك درجة أولى درجة تانية درجة خمسة. طبعا موضوع إسقاط الجنسية ده مش أول مرة، يعني كان في قبل كده برضو أن رئيس الوزراء أسقط الجنسية عن مصري لتجنسه بجنسية دولة أجنبية دون إذن. وطبعا مش هننسى الواقعة الشهيرة الخاصة بالأستاذة غادة نجيب اللي تم إسقاط الجنسية عنها في 2020 تحت بند أنها سورية الأصل وليست مصرية الأصل، وغيرها طبعا من الحالات. وفي بعض الحالات اللي هي نفسها بتروح وبتقدم طلب تنازل عن الجنسية المصرية نظرا لأن الجنسية الأخرى اللي هيحصلوا عليها زي مثلا اللي أعرفها ألمانيا بتشترط من شروطها أنها تكون هي الجنسية الوحيدة، يعني ممكن بعدها تحصل على جنسية أخرى لكن وقت حصولك على الجنسية الألمانية ما يكونش عندك جنسية تانية. ففي مصريين كتيرة بكل أسف بيروحوا بيقدموا طلبات لإسقاط الجنسية عنهم عشان يقدروا إن هم يحصلوا على جنسية ألمانيا. فحبيت بس أوضح الموضوع بتاع الجنسية، ياريت ما يكونش أداة عقابية، وياريت الأوراق الثبوتية وجوازات السفر ما تكونش أداة عقابية في إيد الحكومة ضد المصريين اللي في الخارج اللي تساوى عندهم اللي مع
زي اللي ضد في القرارات الصعبة اللي بيتخذوها.